راح تعلن الاسامي. النومينيه الاول رافائيل، النومينيه الثاني نسيم. الله، حبيب كاف. عندي الفضل العظيم. ما فهمتش حاجة أصلا. أكيد لا، ما فهمتهاش. ليه يعني بيعملوا كده ليه؟ ليه ليه بيعملوا كده؟ بس ودي طلب صغير أنا. ودي غير الغنية بس. لو حدا منكم المحل شو معقول يكون حاجز؟ هلا مان؟ هيجيله مناعة وتناحة ويبطل يفكر. بس أنا بدي أقول عن هالمنبر وحدا الأولى ليومين، أنا بدي طلب صغير مثل ما طلبت جمعة الماضي ولبيتوا لي طلبة، بعد مون عليكم يمكن مرة واحدة، لكل الشعب اللبناني اللي عم يسمعني بدي المسرح يكون فول هاوس لإلي ولمروان، بليز. اللي ما بيقدر يجي على المسرح يصوت لي بس. وبدي بليز نهار الجمعة إلي ولنسيم، بليز إذا حدا بده يعيط اسمي وعيطه نسيم ورافائيل، لأنه هيدا خيي صغير. ما في، وهذا حبيب قلبي نسيم، والوقفه حده عن جد عمر. لا نسيم عن جد؟ سيريو؟ انت سيريو؟ بعرف انا شو عم بفكر، عم بحس نسو بتعرف شو عم تفكر انت؟ قلت لي اياها بالتخت. قلت لي جيت وحاطط براسي ما بدي اطلع ولا مره نومينيه وبدي اوصل للفاينل، صح؟ صح؟ شو يعني؟ يا عمري يلا قول الله يا نسيم، قول الله. الله قول الله عادي. بتهون يا حبي انا حبي. شو دماغك؟ نسيم؟ ما تعودنا عليك شو بك؟ ما الاكاديمي فاضيه بلاك. عادي حبي عادي. طلع فيه هون، عادي. ما في شيء. إذا بتزعل عن جد ازعل أنا وياك، إذا بتبكي بعد مرة من هلا نهار جمعة ازعل أنا وياك. لا هو مش بتزعلني إلي أنا، أنا لازم ازعل كمان. طب ما بدي ازعل أنا، ما بدي ازعل. ما قلت لك أنت هذا الشيء وبتعرف يعني. أنا اللي بعرف شو حاسس، أكثر واحد بعرف أنا شو حاسس، بس شو يعني؟ شو حيغير؟ بهالمنظر وبتعبك وبزعلك حضر حالك. ما حتتمرن غنيتك مزبوط وهيدا، وأمك وأهلك وكلهم وكلنا وكل اللي بحبوك وأمني وجر بدنا اياك تقوم تشتغل غنيتك، تشتغلها مزبوط وتفرجي من نسيم.